نعم، أولا الزوج إذا فرط في حقوق زوجته، الحقوق الأساسية وليست المستحبة ونحوها، مثل قضية العشرة والجماع والنفقة والمبيت في البيت وغيرها من الواجبات الرئيسية التي يقوم عليها عقد النكاح وتقوم عليها هذه الأسرة، هنا لا يكون لهذا الزوج حقوق ويكون ظالم لها، وهنا يجوز له أن تنتصف له من مظلمته لها بقدر هذه المظلمة، تمنع الشيء من حقوقه، تمنع من الجماع، تمنع أيضا، ما يجب عليها أن تستأذنه إذا منعها من المبيت ومنعها من النفقة. بعض النساء مثلا يطردها عن بيتها لها وهو طولة السنوات الماضية لا ينفق عليها ولا يبيت معها، ثم تسأل عن طاعته. الصحيح أنه لا يجب عليها أن تطيع في هذه الحال، لأنه فرط في حقوقه الأساسية، فجاز لها حينئذ أن تفرط أيضا في حقوقها الأساسية. والله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال وعاشرون بالمعروف، وقال في آية أخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لها وعليها واجبات، وله وعليها عليه أيضا واجبات. فإذا فرط في شيء منها جاز لها أن تؤدبه بترك بعض حقوقه، مثل ترك الخدمة، ترك الطبخ الواجب عليها إذا كان مما يجب على مثلها، ترك الجماع معه، كل هذا يجوز لها. هذا هل تدعو عليه؟ يجوز أن تدعو عليه بقدر مظلمته، تقول اللهم انتقم لي منه بقدر ما ظلمني، يجوز. لكن ما الأفضل؟ الأفضل لا تدعو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء على المشركين في الحديث الصحيح في البخاري، ترك الدعاء على المشركين وهم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم لدينه، وكان جبريل يسأله أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين، قال بل أستأني بهم لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نعم.